يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز مؤاكلة القبوريين أو أكل ذبائحهم أو الزواج منهم؟ أما ذبائحهم فلا توكل لأن ذبيحة مشرك، وأما الزواج منهم فلا يجوز، لأن الله قال: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وأما مؤاكلتهم، مجرد مؤاكلة جاءت بالصدفة، اجتمعت أنت وياهم في مكان وقدم طعام، لا بأس ما دام الطعام مباح. أما أن تجالسهم وتؤاكلهم مؤاكلة مصاحبة وأنس بهم، هذا لا يجوز. نعم.